وصل الضرب تحت الحزام، يعني اتهامات السيد الصدر، ووصف السيد المالكي بأوصاف مختلفة في تغريداته قبل أن يعلن اعتزاله العمل السياسي. هذه العقدة كيف تحل اليوم؟ يعني أنا أعتقد يعني ما قام الإطار التنسيقي بتخويل السيد هادي العامري صلاحيات لم يتم الإعلان عنها، لكن ممكن هي أوراق يتم الحديث عنها في هذا الحوار، وكل الحوارات وكل الأمور ممكن أن تكون هنالك يعني جائزة. في نفس الوقت أعتقد لا يوجد في السياسة هو عداء ثابت ولا صداقة ثابتة، وتبعا للمتغيرات وتبعا اليوم التنازلات هي ليست تكون للإطار. عندما يتنازل السيد الصدر لا يتنازل للإطار، أو الإطار لا يتنازل لسماحة السيد الصدر مثلا، وإنما اليوم هنالك عقدة مثل ما ذكرت حضرتك، وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية ومن يكون عليه العبء الأكبر في تحمل هذه المسؤولية؟ اليوم الأعباء يحملها الشعب العراقي للأسف الشديد، وبالتالي التنازلات تكون لصالح الشعب العراقي ومن أجل الشعب العراقي إذا ما كانت هنالك تنازلات، وليس الإصرار على شخص معين ولا على مشروع معين. اليوم اعتقد اذا لم تكن هنالك تنازلات من الجهتين لا يمكن يعني اتخاذ طريق وسطي ممكن ان ينقذ البلاد والعباد خلال هذه المرحله. نعم، في سؤال اخير للسيد جاسم، يعني لضيق الوقت. سيد جاسم، يكثر الحديث عن انعدام الثقه اذا بين مختلف الاطراف السياسيه، ما يعقد الازمه اكثر فاكثر ويجعل موضوع اجراء الحوار صعبا جدا في هذه المرحله. ما الذي برأيك ستخرج به زيارة الوفد السياسي المشترك للقاء السيد الصدر في الحنانة إذن؟ ما المتوقع؟ أنا قلت في مقدمة حديثي أنه يجب أن تكون هناك ضغوطات سياسية من كبار القوم، وإلا سماحة السيد مقتدى الصدر متمسك في رأيه. إذا لم تكن هناك في جعبة هذا الوفد حل قضية الحكومة الأغلبية، أعتقد حتى لا يبارك بأي حكومة قادمة. فعلى الفرقاء السياسيين الذين سيذهبون إلى الحنانة يجب أن يأخذوا شيء جديد، والسياسة ليس فيها شيء ثابت وإنما رمال متحركة تستطيع لا تقف بها قدم. من الممكن أن تتحرك السياسة، حتى سؤالك قبل لحظات للأخ الضيف، لا يوجد، قد يكون تقاطعات كبيرة بين السيد المالكي والسيد مقتدى، قد يكون هناك يحصل الصلح، وهذه سياسة اليوم لعبة مصالح. فأعتقد اليوم إذا كانوا في جعبتهم حلول جذرية لمسألة العراق، فأنا أعتقد سماحة السيد مقتدى الصدر سوف يتقبلها بصدر رحب وسوف يبارك بالحكومة، ولكن لن يشترك، وأنا أكرر لن يشترك.